تحياتي للجميع، معكم أبو ميلاد في فيديو جديد. اليوم أنا موجود في معرض فوتو بلس إكسبو في مدينة نيويورك، وهو أحد أكبر المعارض لكل شيء يتعلق في عالم التصوير. فعمليا خلال الفيديوهات القادمة سوف أحاول أنه أعمل جولة، ومن خلال هذه الجولة سوف أحاول دعنا نقول استعراض كل شيء جديد في المعرض. فعمليا أدعو الجميع للمشاركة في هذه الجولة. أيضا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب واشتراك ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين. الآن أنا موجود في قسم نايكون، كما تلاحظوا. عمليا في شيء عندنا جديد، كل شيء جديد لهذه السنة قمت بمراجعته. في عندي عدسة واحدة جديدة اللي هي رح يتحدثوا عنها الآن، اللي هي 200 ل 500 ملي اف 5.6 مع في ار. ف رح يكون زي عرض صغير بالنسبة لهي العدسة. هي معي الآن، قريبا رح أعمل فيديو وأرفعه للإنترنت. خليني أفرجيكم عدسات نايكون. عمليا هنا كل عدسات نايكون. تفشل الآن زي ولد صغير واقف أو فايت على محل كله حلويات وحلوى، فبصير بدك من كل إشي. الحلو في المعرض إنه تقدر تجرب إيش بدك، فتقدر تجرب جميع العدسات الموجودة. تحط الـ SD كارد تبعك وتقوم بتجربة العدسة. الآن أنا موجود في قسم كانون. هذه قسم كانون مش فقط كاميرات، أيضا في مطابع كما تشاهدوا. الحلو في المعرض انه اذا عندك اي سؤال اي شيء او حابب تجرب اي شيء فممكن تجربه. ايضا خلال ايضا في المعرض هناك ورشات عمل، دروس شرح، وفرصة جدا ممتازة انه واحد يتعلم اشياء جديدة. في الماضي شرحت عن تكوين العدسات من الداخل، فعليا لاحظوا كيف مبنى العدسات من الداخل. طبعا ذكرت ان العدسات او المبنى الداخلي للعدسات هو مكون من عده قطعات زجاج وموزع على عده مجموعات كما تلاحظوا. فعمليا تركيب داخل العدسه جدا جدا معقد. سيجما، يعني انتقل الى سيجما. سيجما في اخر فتره، عدسات سيجما في اخر فتره جدا جدا ممتازه، بالذات عدسات من فئه ارت جدا ممتازه، وسعر اقل بكثير من عدسات كانون ونايكون، وبنصح فيها. جودة الصور فيها جدا قوية. السؤال من يمر على سيجما؟ سيجما جير. هلو سلو. قبل فترة رجعت عدسة سيجما 150 ل 600 لعادية. قريبا سوف اراجع هذه العدسة، وهي سيجما 150 ل 600 ملي سبورت. طبعا هناك فرق
تبيع بين العدستين. تقريبا اغلب العدسات الموجوده انا قمت بمراجعتها. حرقت اعصابي على الصبح. So what's the cost? Well, it depends on the cost depends on the volume of foam. This particular case with its amount of foam is 236 for the case, 118 just for the foam. Okay? No, and the real advantage is that it is designed by you for your equipment. So even like the point from inside, you cut it by machine, or yes, is that like a standard? No, we cut it specifically for your equipment. So this is cut for this person's lens. That's amazing. So I will look and see, like, you know. Stick around. Thank you. We have thank you. Thanks. الآن موجود في قسم ريكو بنتاكس. طبعا كنت بعمل مراجعة لبعض الكاميرات في السابق. وعدوني نجرب هذه الكاميرا وهي بنتاكس 645Z. وهذه الكاميرا تحمل مستشعر ميديا فورمات اللي هو تقريبا ضعفين ضعف حجم الفول فريم. بتأمل قبل نهاية العام سوف أقوم بتجربة هذه الكاميرا. سعرها تقريبا $7,000.